حر، يعني نادي الزمالك عمل سلوجا لنفسه، هل ده يضايق حد يا كابتن؟ يضايقك انت كاهلاوي؟ لا طبعا، كل واحد حر. طب ما الدنيا حلوه اهي، امال كل في لا ايه؟ كل واحد. وعلى فكره انا كنت بتكلم مع بتناقش مع خالد طلعت قبل ما يطلع معانا، انا قلت له كل واحد حر. يعني النهارده زي ما انت بتقول، قلت في الانترو، اسماعيلي، برازيل، مصر، الاتحاد سيد البلد، الاتحاد سيد البلد، المحله الارجنتيني، الكره المصريه، الاهلي فوق الجميع، انا حر، الاهلي اعظم نادي في الكون، انا حر اقول اللي انا عايزه. عمرنا ما قلنا ليه الاهلي قال كده، ولا نقدر نقول، ولا عمرنا قلنا الاهلي ليه قال الاهلي فوق الجميع، ولا نقدر نقول. ما انا بقول لك لا، يعني انا في رايي. طب بقول لك على كل واحد جواه سلطان، امير ولا غلط؟ سلطان. اه انا حاسس ان انا احسن حارس مرمى في تاريخ مصر او في العالم. حد يقول لك ليه كابتن اكرامي وحش افريقيا؟ هو وحش افريقيا خلاص. لا كل واحد مبسوطين. حر، كل واحد مبسوطين. حر انا اقصد ايه، كل وحش واحد ولا حر. مش وحش؟ لا وحش الحمد لله. ايه يا كابتن احمد، قلبت الدنيا ليه بالتصريح ده؟ لا مش احنا، انا عادي، احنا عادي ده، ده نادي، احنا شايفين نادينا بتاعنا كده وشايفين دي امكانيات والتاريخ، واحنا دارسين تاريخنا كويس وعارفين امكانيات نادي الزمالك. وعلى يعني مثلا، يعني مثلا بنتكلم في اكبر قلعه رياضيه الزمالك كابتن حسين وقال الناس، يعني مثلا اول بطوله ثلاث مرات في كاس العالم كان كوركي في الزمالك، فدي لعبه عالميه مثلا. مثلا يعني في حاجات دي بتخليك انت في روما، في روما، في روما مثلا، روما جايبين اكبر قلعه رياضيه في روما، في ايطاليا. روما فريق روما بيقول كده، كل واحد بيقول له عنده زي ما احنا. جت ازاي بقى يعني الفكره، جت ازاي؟ لا ولا مش مقصوده؟ هي ترددت قبل كده؟ لا كابتن حسين قالها قبل كده، الكابتن حسين قالها قبل كده ايام كان معين. احنا اللي مستغربين لما قالها المره دي، ايه الدنيا مقلوبه ليه؟ انا اقول لك الدنيا مقلوبه ليه؟ اه انت اللي قلت. لا لا هو بيقول لك، هيقول لك انا هقول. لا اقولك بعد اذنك، يعني هو كان في مكان معين قالها كابتن حسين اكتر من مره، من في اول مره. اه هي القصة كلها ان انتوا لما تيجي تناقشوا الموضوع بتناقشوا نصه، ما تناقشوش موقع الكلمة. ما اتقالتش كده، اتقالت احنا اكبر قلعة رياضية في مصر، حلو، ومحدش يقدر يعترض عليها. هو بيقولها من قبل كده ومحدش يتكلم فيها. كمل بقى الكلمة اللي بعد كده اللي هي مش محددة، واللي مش هيعترف بكده احنا هنشيله بره الرياضة خالص. مين هو بقى اللي مش هيعترف بكده؟ كان ممكن يكون الكابتن حسين قاصد حد، لانه كان المجلس كان محطوط تحت ضغط وانتقادات من جوه النادي ومن بره النادي. هي الجمله كده الاول اللي بيقولها كابتن، هي اللي اتقالت كده. ما اعرفش دي اللي مش المفروض. انا يعني انا ما اعرفش يعني الجمله هي دي. هي كابتن ده، يا كابتن ده لو اتقالت دي تبقى مشكله بقى. لا 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 مش مشكله، لا لا مش مشكله، مش مشكله، لا 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 بس مش مشكله. اقول لك مش مشكله، نادي الزمالك نادي كبير طبعا، واي واحد اتعرض لنادي الزمالك عندي القدره كنادي الزمالك بالدوله اقف ضده. أيوة. ايا كان واحد جه عليا كنادي الزمالك باسم نادي الزمالك، اقدر اروح لكل حتت في الدوله واقول له الراجل ده مش كويس عليا، ده الجهه دي مش كويسه عليا، هتقف مع نادي الزمالك. هو ده اللي كان قصده كابتن، ده اللي كان قصده كابتن حسين من اللحظه. انت النهارده بتهاجمني؟ لا انا هوقف لك. ايوه هقف لك. هو انا كان لازم يبقى في تحديد هنا، انا ممكن اشيله، انا اعترض عليه عادي، هو ممكن يتشال يا احمد. في برامج بتوقف وفي حاجات بتتعمل وفي ناس بتتوقف، صح عادي، حقه. هو كان لازم يبقى محدد. ايوه محدده طبعا، ان هو يحدد ويكمل. هو قال لك اللي هيعترض عليا في الاعلام، انا هسعى لكده. ايوه اللي هيعترض عليا في ايه؟ انا ما شفتش الجزء الثاني ده. هو ده الجزء اللي اهم. اللي هيعترض عليا في الكلام دوت اللي انا بقوله وبيقف ضدي، انا اقدر اسعى باسم نادي الزمالك. طب هل ممكن الكلام ده عشان بعد السوبر الافريقي؟ بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريقي والجماهير مثلا، وحتى بعد السوبر في جماهير فرحانه، في جماهير زعلانه، فخلينا نعترف ان الزمالك بعد السوبر الافريقي قالوا هو ما بيكسبش يا فندم، عادي قالوا ما بيكسبش.